عمرها تجاوز 100، إلا أن ذلك لم يمنعها من القفز بالمظلة. أمر غريب، أليس كذلك؟ الأمريكية دوروثي هوفنر صاحبة 104 أعوام قررت تحدي الصورة النمطية عن المسنين، فاتخذت قرارها بالقفز بالمظلة من طائرة عن ارتفاع 4000 متر لتكون أكبر امرأة تقوم بالقفز المظلي. دوروثي ترى أن الأمر ليس غريبا ولا يستحق الضجة، قائلة إنه عندما تشعر أنك بحالة جيدة فعليك فعل ذلك بغض النظر عن سنك أو مخاوفك. السيدة الأمريكية ترى أنها تقدمت في السن فقط وأنها ليست عجوزاً، مشيرة إلى أنها تستعد للذهاب في رحلة بمنطاد العام المقبل، وذلك حين تتم 105 سنوات. هوفنر تنتظر اعتماد اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر سيدة تقفز بالمظلة من الطائرة. فهل لازلت متردداً لتجربة القفز بالمظلة؟